كنت خارجة يعني ألعب سايكلينج قبل البطولة، أول بطولة اللي كنت مفروض أشارك فيها، وضربتني سيارة. بس أهم شيء إنك لما تطيح تعرف تقف. دكتورة سارة الأجنف، عمري 33 سنة، مقيمة في الإمارات من 10 سنوات. بدايتي مع الرياضة ومع السباحة بشكل خاص كان عمري 4 سنوات، وبديتها في تونس مع أخويا الكبير أسامة، وبديت رحلتي مع السباحة من وقتها، يعني سنة 1994. الرياضة كانت على طول عشقي وحبي من أنا صغيرة، يعني من اللي بديت السباحة بديتها وأنا صغيرة. لكن ما كنتش حابة أتخصص في الرياضة في دراستي، يعني كنت حابة على طول أخليها هي شغفي وهي حبي، لكن كرياضة مش كشغل. بس لما درست علوم سياسية في أمريكا، تخصصت في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وبعد درست تجارة دولية، لكن في الآخر لفيت ورجعت للرياضة وعملت اللي هي سبورتس مانجمنت. الرياضيين يمثلوا بلدانهم، هما أحسن ممثل للبلدان اللي هما ينتميوا لها. الرياضة عالم كبير وشاسع جدا، فلما درست التجارة كنت حابة أفهم السايد الآخر للرياضة، مش بس كرياضية. وبعد كملت التخصص في سبورتس مانجمنت اللي دخلت فيه في عمق، يعني في الرياضة، وحاولت إني أعرفها من نواحي الكل. أول ميدالية نذكرها تحصلت عليها كانت في 100 متر سباحة على صدر في البطولة التونسية، يعني هي البطولة الوطنية التونسية، وكنت أنا صغيرة وكنت أشارك مع الكبار. لكن I think يعني أقرب ميدالية هي الميداليات اللي ربحتهم في 2019 في بطولة العالم للماستر، لأنه يعني شاركت في بطولة العالم للماستر هذه بعد ما كان جاتني إصابة. فبعد لما رحت وشاركت في بطولة العالم وجبت يعني 4 ميدالية ذهبية وميدالية برونزية، كانت حسيتها مختلفة. يعني الميداليات اللي جبتهم هذوك كانوا بعد التعب وكانوا بعد إحباط وكانوا فإحساسهم كان غير. كل عمر وعنده صعوباته، كل فترة وعندها صعوباتها، خصوصا اني انا يعني انتقلت لفرنسا لما كان عمري 15 سنة. فيمكن الصعوبة الاولى اني تفرقت على اهلي وعلى عائلتي وعلى اخواتي، فيعني انا البنت الوحيدة في البيت، فكنت دلولة ماما وبابا واخواتي. فلما رحت لفرنسا ممكن كانت اول صعوبة واجهتها اني لقيت نفسي وحدي، بس هو كان هدفي اني اتحسن واطور من نفسي واوصل لاهدافي في رياضة السباحة. بعد الصعوبات تتطور مع العمر، يكون فيه صعوبات اخرى، ممكن من ابرزها يعني احنا في الرياضة كرياضيين في عنا اصابات، يعني جينا اصابات، والمهم مش انك يعني تحاول ترجع بسرعه بعد الاصابات، بس انك تاخذ وقتك ويعني تداوي نفسك وتعمل العلاج طبيعي، وبعد ترجع يعني ترجع في الوقت اللي لازم ترجع فيه، لا قبل ولا بعد. فكان عندي يعني على مسيرتي الرياضيه كامله كانوا عندي برشا اصابات، يمكن منهم تشوفوا ابرز واحده اللي هي هذه، بس هذه ما كانتش في السباحه، كانت في السايكلينج في رياضه الدراجات، لاني بعد السباحه انتقلت لرياضه الترياثلون اللي هي سباحه ودراجات وجري. فاول ما بديت الرياضه وانا عازمه اني ابدا الرياضه، كنت خارجه يعني العب سايكلينج قبل البطوله، اول بطوله اللي كنت مفروض اشارك فيها، وضربتني سياره وكسر لي كتفي، يعني الترقوه اتكسرت وكان لازم احط حديد على الترقوه، ويعني اخرت دخولي لرياضه الترياثلون بسنه ولا سنه ونص. ابرز اسباب نجاحي احاول كل ما اطيح اعاود ارجع وابني من الاول وجديد. يعني المهم مش انك يعني how far you go، ولا يعني انك توصل بسرعه للهدف، بس لانه اي حد بيكون بيواجه صعوبات، يعني يتيح ويقف ويتيح ويقف، بس اهم شيء انك لما تطيح تعرف تقف، يعني مش تسلم وتنزل يديك تحت وتقول خلاص يعني انا انتهيت، ولا يعني مش راح اوصل للهدف متاعي.
صراحة الشعور الكله يعني، والترشح للأولمبياد ويعني مشيتي للأولمبياد كان يعني كانت تجربة من نوع آخر يعني. حتى قد ما شاركت في بطولات عالم وفي بطولات يعني من الأنواع الكل، لكن الألعاب الأولمبية تبقى هي من نوع خاص، يعني طعمها خاص، الستريس اللي فيها يعني قبل السباق اللي تكون ستريس وتكون حاسس انك you're gonna perform ولا لا، فانه it's a different experience كاملة يعني. والمنافسة كانت قوية فيها يعني، انت تعرف الألعاب الأولمبية الترشح لها صعب يعني، الوصول للألعاب الأولمبية في حد ذاته إنجاز. والحمد لله يعني لما وصلت للألعاب الأولمبية اوكي ما حققتش اللي انا كنت اتمنى حقه، لانه للاسف يعني صارت لي ظروف صحيه قبلها بالضبط، ممكن ولا مره تكلمت عليها يعني، بس كانت ظروف يعني كنت يعني لا قدر الله كنت ممكن اروح فيها ويعني اني اموت حتى. بس الحمد لله يعني كوني رحت للالعاب الاولمبيه وشاركت ومثلت تونس في الالعاب الاولمبيه كان اوريدي يعني انجاز في حد ذاته. هي الوصول للأولمبياد هو ممكن للرياضيين الكل هدف، من اللي يعني لما حد يدخل يمارس الرياضة من اللي هو صغير يكون هدفه الأولمبياد لو هي رياضة أولمبية. فالأولمبياد المفروض يكون هو الهدف الأبعد طويل المدى، بس للوصول للأولمبياد أنا بنصح يعني الرياضيين واللي هما already وصلوا للهاي ليفل اللي هما ممكن ينافسوا ويترشحوا للأولمبياد إنهم يكون عندهم أهداف يعني، الأهداف القريبة والمتوسطة المدى والبعيدة المدى. فالأولمبياد لأنه أنت مش ممكن اليوم دخلت تتمرن واليوم بديت الرياضة في أي رياضة كانت وتقول خلاص أنا بعد 4 سنوات بروح الأولمبيكس، فأنا بس أنصحهم إنهم يكونوا واقعيين في طموحاتهم في أهدافهم، بس ما ينزلوش من أنفسهم بعد، بس الهدف لازم يكون صعب المنال وصعب إنك توصله وتحاول إنك توصله بأهداف ثانوية. بصراحة يعني أنا يعني حاليا ما بشاركش في البطولات للميداليات ولا إني أطلع على البوديوم ولا أي شيء، لا هدفي إني يعني أخلي الناس تؤمن بأنفسها، وخصوصا يعني البنات والأولاد الصغار انهم يؤمنوا بانفسهم ويعرفوا انهم ممكن يوصلوا لاهدافهم. فانا بس نقول لهم يعني حطوا اهدافكم وما تخليوش اي حد يعني يحبطكم ويقول لكم انكم مش قادرين، لانه اي حد قادر يعني، احنا كبشر ربي خلقنا ان ممكن نعملوا حاجات احنا بنفسنا يعني ما نتخيلوش قدرتنا وقوتنا، بس انك لما تعمل الحاجه وتحاولها That's the only way انك تعرف اذا انت قادر ولا لا. بس اذا انت من برا وتتفرج وتحاول انك تعمل وتقول لا انا ممكن مش راح انفع في الرياضه هذه ولا مش راح يعني I'm not gonna be good، لا انت مش عارف الا اذا جربت وحاولت وجربت وحاولت، وبعد ان شاء الله يعني you will get what you want.